فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى في سورة الأنبياء: ألم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ نعم، معنى هذه الآية الكريمة أن الله يأتي الأرض ينقصها من أطرافها بتغلب المسلمين على الكفار، ولهذا قال بعدها: أفهم الغالبون. فالله تعالى يأتي الأرض بتسليط رسله على الكافرين حتى يفتحوها أرضا أرضا. هذا هو معنى الآية. نعم.